السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا نتكلم عن أمراض القلب والأوعية الدموية. تكلمنا فيما سبق عن عوامل الخطورة، فصلنا في بعض عوامل الخطورة. سنتكلم اليوم عن أهم أعراض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ما هي الأعراض التي إذا ظهرت على المريض أو التي شكى منها المريض يجب أن يراجع مباشرة طبيبه القلبي أو أقرب إسعاف موجود قرب بيته؟ طبعا ليس كل ألم صدري هو ألم قلبي. الألم القلبي بكل بساطة هو ألم ضاغط ليس له نقطة محددة في الجسم، قد يكون في منتصف الصدر وقد يكون بجهة اليسار. هذا الألم الضاغط قد ينتشر إلى الكتف، قد ينتشر إلى العنق، قد ينتشر إلى الفك العلوي والسفلي. هذا الألم يزيد بالجهد ويقل بالراحة. الألم الذي يأتي على الراحة ويخف بالجهد هو ألم ليس قلبي مبدئيا. الألم الذي يشير له المريض بإصبعه النخز أو الألم الموضع هو عادة ليس ألم قلبي. الألم القلبي قد يختلف أيضا حسب مرحلة الإصابة بمرض القلب، فقد يكون ألم ضاغط، قد يكون ألم طاعن، قد يكون ألم حارق، قد يكون ألم عاصر. هاي كلها صفات قد يأتي فيها المريض. طبعا هناك فئة من المرضى للأسف قد يصابون بأمراض قلب ولا يعطي لهم أعراض، خاصة مرضى السكري، لأن مرضى السكري كما نعلم عندهم اعتدال في الأعصاب، وبالتالي إحساسهم الإحساس عندهم بيكون العتبة عالية، وبالتالي الإحساس في الألم يكون في حده الأدنى، فقد يصاب المريض باحتشاء عضلة قلبية وحتى ذبحة صدرية وللأسف لا يشعر إلا بألم خفيف أو بعض توعكل عام. الأعراض التي يشكو أي مريض منها خاصة الشباب، خاصة الأمراض اللي عنده عوامل خطورة، لأنه المريض اللي عنده عوامل خطورة غير المريض ما عنده عوامل. المريض المصاب بارتفاع التوتر الشرياني وعنده داء سكري ومدخن وعنده قصة في العائلة، هذا ليس أعراضه يجب أن تؤخذ في محمل جد أكثر من الأعراض التي يشكو منها مريض ليس له عنده عوامل خطورة عمره 20 سنة مثلا ويلعب رياضة وليس ولا يدخن. بشكل عام أي عرض يجعلنا نشك في أمراض القلب يجب أن لا يهمل، يجب ولو حتى كان الشك أو الظن 1%، يجب أن لا نفوت على المريض فرصة تشخيص مبكر، يجب أن لا نفوت على المريض فرصة علاج مبكر، ويجب أن لا نفوت على المريض دخول عاجل على الإسعاف في مرحلة قادمة. فالمريض الذي بيأتينا على قدميه في المرحلة الباردة في مرحلة التشخيص قبل المرحلة العاجلة أفضل من المريض الذي يأتينا في سيارة الإسعاف ذبحة صدرية مفاجئة أو ما هنالك. إذا نرجع ونؤكد على العرض الرئيسي للقلب، العرض الرئيسي للقلب هو الألم الصدري الضاغط أو العاصر أو الحارق المنتشر في منتصف الصدر وعلى الجانبين وعلى الأكثر جانب الصدري والمنتشر نحو الذراع أو نحو الفك الذي يزيد بالجهد ويقل بالراحة. طبعا يترافق مع بعض أعراض الأخرى خاصة في مراحل متقدمة كالغثيان، كالإقياء، كالتعرق خاصة التعرق البارد، كالدوار والدوخة. هي أعراض مهمة جدا، هي أعراض نشوفها في مراحل قادمة خاصة في مراحل الذبحة القلبية والاحتشاء القلبي. أما في مرحلة نقص التروية أو تضيقات الشرايين المستقرة الأعراض اللي تكلمنا عنها هي الأعراض المهمة. طبعا هناك أعراض مهم جدا، قد تكون هناك إصابات أخرى في القلب في الصمامات أو ارتفاع أو ضخامة القلب. المريض يأتينا فقط في ضيق نفس خاصة على الجهد، قد لا يأتي في ألم، قد يأتي في زلة جهدية هي أو اضطجاعية وهو إذا نام على ظهره من دون وسادة قد يأتي يشكو من زلة تنفسية ويحس نفسه يختنق. هي كمان أعراض قلبية تعتبر يجب عاجلة، يجب مراجعة أقرب طبيب قلبية في هذا الشأن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.